بسم الله. في هذا الدرس رقم 2 سنتطرق إلى التركيب المختلط. تجربة رقم 3، لديك المخطط النظامي للدارة الكهربائية المقابلة، كل المصابيح متماثلة. أركب هذه الدارة، ماذا تلاحظ؟ الآن سنقوم بتركيب هذه الدارة. إذا لدينا المكونات الكهربائية: مولد، قاطعة، مصابيح L1 L2 L3 وأسلاك كهربائية. قم الآن بتركيب قاطع الكهربائية، ثم الأسلاك، المصباح رقم 3، إذن هذا هو الشكل الذي أمامنا. السؤال: انزع المصباح L1، ماذا تلاحظ؟ الآن سنقوم بتشغيل الدارة الكهربائية. الآن نلاحظ أن الدقائق تمر بشكل عادي، أي أن التيار الكهربائي يمر في كافة المكونات. نقوم الآن بنزع المصباح L1. المصباح L1 و L2 لا يشتغلان، وأما المصباح رقم 3 يشتغل بصفة عادية. انزع المصباح رقم 3، ماذا تلاحظ؟ نقوم بإعادة المصباح رقم 3، ثم ننزع المصباح رقم 3. الدارة تشتغل بالمصباح L1 و L2 فقط، أما المصباح رقم 3 لا يشتغل. ما نوع الربط بين L1 و L2؟ L1 و L2 هو الربط على التسلسل. ما نوع الربط بين L1 و L2 معا و L3؟ إذن الربط L1 و L2 مع 3 هو الربط على التفرع. إذن هذه دارة كهربائية بتركيب مختلط، أي يوجد بها تركيب على التسلسل وتركيب على التفرع. إذن هذا كل ما في هذا الدرس رقم 2، التركيب المختلط. وسلام.